السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم درس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن مقارنة بين Present Perfect المضارع التام Present Perfect Continuous المضارع التام المستمر. تكلمنا في فيديو سابق عن المضارع التام وقلنا نستخدمه للتحدث عن فعل وقع في الماضي وانتهى لكن له نتائج في الوقت الحاضر. المضارع التام المستمر حدث وقع في الماضي مستمر في الوقت الحاضر وأيضا ممكن يستمر للمستقبل أيضا. في هذا الفيديو نقارن بين هذين الزمنين ونشاهد كيف استخدمهما بشكل صحيح والتفريق بينهما. نلاحظ Present Perfect المضارع التام Present Perfect Continuous المضارع التام المستمر. من ناحية الشكل أجمل باللغة الإنجليزية، بيكون عندنا الفاعل بالأول، الفعل تكملة الجملة، أيضا فاعل فعل تكملة الجملة. الاختلاف بالأزمنة في اللغة الإنجليزية، كل الأزمنة لها شكل مختلف للفعل. الاختلاف ليس السبجكت ولا الكومبلمنت، الاختلاف بشكل الفعل. بالمضارع التام بيكون جزئين have أو has والفعل بالتصريف الثالث. طبعا have أو has اعتمادا إذا كان I we you they نستخدم have، إذا كان he she it نستخدم has، إذا كان جمع يعني more than one أكثر من شخص نستخدم have، إذا كان one شخص واحد نستخدم has. لاحظ الجملة I have studied English، لقد درست الإنجليزية، ونترجم have و has بلقد. لاحظ have وعندنا الفعل study يدرس، التصريف الثالث فقط قلبنا الواي إلى I وضفنا ED studied، إذا هذا التصريف الثالث. هذا من ناحية الشكل بالنسبة للمضارع التام. المضارع التام المستمر مؤلف من أربع أجزاء. الجزء الأول have و has، بين الجزء الثاني verb 1 مضاف له ING. طبعا have و has تغير على حسب الفاعل اللي قبلها كما قلنا، بين ثابتة مع أي فاعل مع أي ضمير ما تغير بين مثل ما هي، عندنا verb 1 ING. لأن كما نعلم أفعال كون حالة الحاضر am is are، الماضي منها was were، والتصرف الثالث هو been. إذا بالمضارع التام والمضارع التام المستمر بيكون عندنا been هي التصريف الثالث. لاحظ هذه الجملة I have been studying English since 2019، ونترجم have و has كما قلنا لقد، بالمضارع التام المستمر لقد صار لي أدرس الإنجليزية أو اللغة الإنجليزية منذ عام 2019. إذا سألنا شخص وين الفعل ممكن بيقول study، وهذا خطأ. الفعل بالمضارع التام المستمر مكون من أربع أجزاء. الفعل هو have been studying، have هي الجزء الأول، been الجزء الثاني، study الجزء الثالث، و ing هي الجزء الرابع. بين المضارع التام مؤلف من جزئين have و has والفعل بالتصريف الثالث. إذا هذا الفرق بين present perfect و present perfect continuous من ناحية الشكل. راح نشوف بالفقرة اللي بعدها كيف يختلفون من ناحية الاستخدام. التفريق الأول بين استخدام المضارع التام والمضارع التام المستمر بشكل سهل جدا. We use the present perfect to talk about finished actions. لاحظ finished actions أحداث منتهية and achievements، إذا أحداث وإنجازات منتهية. We use the present perfect continuous to talk about unfinished actions. إذا أول استخدام المضارع التام حدث وقع وانتهى وله أثر الوقت الحالي، بين المضارع التام المستمر حدث وقع في الماضي مستمر بالحاضر ولا يزال وممكن أن يستمر في المستقبل. إذا الحدث لم ينتهي، إذا الأحداث لم تنتهي، المضارع التام أحداث انتهت، المضارع التام المستمر أحداث لم تنتهي بعد. إذا المضارع التام حدث وقع وانتهى في الماضي لكن له أثر في الوقت الحالي، المضارع التام المستمر حدث وقع في الماضي مستمر في الوقت الحاضر أو المضارع ويستمر للمستقبل. أول جملة نشوفها I have read this book. لاحظ الفعل هذا have read مضارع تام، لقد
قرأت هذا الكتاب. نترجم have was لقد. I have read this book. لقد قرأت هذا الكتاب. ماذا يعني؟ I have finished. لقد أنهيته. انتهيت منه. أتممت قراءته. لكن الجملة الثانية I have been reading this book. إذن لقد صار لي أقرأ هذا الكتاب. ممكن ساعة ساعتين يوم يومين شهر اللي هو. ولم أنتهي بعد. I'm still reading it. ما زلت أو ما أزال أقرأ أو أقرأه أو أقرأه. I haven't finished. لم أنتهي بعد. الأول فعل القراءة بدأ في الماضي وانتهى. فعل القراءة بالجملة الثانية مضارع تام مستمر بدأ في الماضي. ما زلت أقرأ في الوقت الحالي أيضا يستمر في المستقبل. بالمختصر المضارع التام المستمر حدث وقع وانتهى في الماضي. المضارع التام المستمر وقع في الماضي ما زال مستمر في الوقت الحالي ويستمر للمستقبل. الفرق الثاني بين المضارع التام والمضارع التام المستمر we use the present perfect. نستخدم المضارع التام to focus on intended results of activities للتركيز. focus يعني التركيز على نتائج مبينة أو نتائج للتركيز على نتائج مبينة للحدث. إذن نستخدم مضارع التام المستمر للتحدث والتركيز على نتائج مركزين عليها أثناء الحدث. while present perfect continuous بينما المضارع التام المستمر we focus on the activity itself نركز على الحدث نفسه وعلى visible consequences أو results وعلى نتائج الظاهرة. كيف يعني؟ she has done the washing up. إذن هذا مضارع تام بالجملة الأولى. لقد أنهت الغسيل. حدث وقع وانتهى في الماضي لكن له أثار أو نتائج مبيتة في الحاضر. ماذا يعني؟ the focus is on the result. التركيز على النتيجة. ما هي النتيجة؟ the dishes are clean. الصحون نظيفة. إذن أريد نوصل للمتلقي رسالة نتيجة مبيتة لهذا الحدث أنه أنهت الغسيل. نريد أن نوصل رسالة للمتلقي. ما هي؟ أنه عندنا نتيجة مبيتة من داخلنا أنه لهذا النشاط. ما هي نتيجة غسل الصحون؟ التركيز على النتيجة وليس الحدث. أنه the dishes are clean. الصحون نظيفة. بينما المضارع التام المستمر بيكون التركيز على الحدث نفسه. الحدث نفسه وأيضا نتائج الظاهرة لنا. She has been doing the washing up. لقد صار لها تغسل الغسيل منذ ساعة ساعتين وهكذا. The focus is on the activity. التركيز على الحدث نفسه يعني الفعل الغسيل. والنتيجة ما هي النتيجة؟ That's why there's water all over the floor. وذلك لماذا هناك ماء على كل الأرض. إذا المثال الأول مضارع تام. الجملة الثانية مضارع تام مستمر. الأولى فعل الغسيل وقع وانتهى في الماضي. ما هي نتيجته في الوقت الحاضر؟ أن الصحون نظيفة. بينما بالجملة الثانية مضارع تام مستمر فعل الغسيل وقع في الماضي أو بدأ في الماضي ما زال مستمر في الوقت الحالي بعدما ينتهي وممكن يستمر في المستقبل. والتركيز على النشاط نفسه أنه هي تغسل الصحون. إذا التركيز على الحدث والنتيجة. ما هي النتيجة؟ أن هناك ماء في كل مكان على الأرض. إذا المضارع التام المستمر يركز على الحدث ويركز على نتائج هذا الحدث ولكنه لم ينتهي بعد. بدأ في الماضي مستمر وقت الحالي وممكن أن يستمر للمستقبل. بينما المضارع التام وقع وانتهى في الماضي لكن له نتائج في الوقت الحاضر. إذا الجملة الأولى she has done all the washing up يعني لقد غسلت الصحون. ماذا يعني أو الغسيل؟ أن الصحون نظيفة الآن. هذا النتيجة أو
النية اللي أريد أوصلها للمستمع. بالمجملة الثانية عندنا أثار ما في كل مكان في أو على الأرض، وأيضا نريد أن نوصل للمتلقي رسالة أنه هذا الماء نتيجة غسل الصحون، وهي لا تزال مستمرة بغسل الصحون. She has been doing the washing up. إذا الأرض مبللة والماء في كل مكان، هي تغسل الصحون والنتيجة أنه الماء في كل مكان. إذا بهذا الشكل تكلمنا عن المضارع التام والمضارع التام المستمر. المضارع التام كما قلنا، نعيد ونكرر مرارا، حدث وقع في الماضي وانتهى في الماضي لكن له نتائج في الوقت الحاضر، هذا المضارع التام. المضارع التام المستمر، حدث وقع في الماضي مستمر في الوقت الحالي ويستمر للمستقبل. وأيضا المضارع التام، التركيز على النية أو النتيجة المبيتة أو النتيجة أو نيتنا من هذا الحدث، ماذا نريد أن نوصل للمتلقي. بينما المضارع التام المستمر، التركيز على الحدث نفسه وعلى النتائج الظاهرة للحدث، لأن الحدث وقع في الماضي مستمر بالوقت الحالي ولكنه ممكن أن يستمر للمستقبل ولم ينتهي بعد. أيضا تكلمنا عن شكل الفعل بالمضارع التام have و has، والفعل بالتصرف الثالث. أيضا بالنسبة للمضارع التام المستمر بيكون have has been verb 1 ونضيف له ing، إذن أربع أجزاء. نترجم have و has بالزمنين أو كلا الزمنين بلقد. نستخدم مع المضارع التام والمضارع التام المستمر، نستخدم since و for. since نستخدمها إذا كان نقطة زمنية محدد الماضي، for إذا كان عندنا فترة زمنية مطولة نستخدم for. أثناء السؤال فقط نضع have و has في بداية الجملة وننهي الجملة بعلامة استفهام. لنفذ الجملة بالمضارع التام والمضارع التام المستمر فقط نضع بعد have و has not، تصبح have not has not. بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.